السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وحياكم الله في إطلالة جديدة وحلقة متجددة من برنامجكم اليومي أخباركم التاسعة تماما بتوقيت مكة المكرمة، الثاني من شهر الله المحرم لعام 1445 للهجرة. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي سنسحبكم فيها وبين ثناياها في أخبار مجتمعية تخصكم أنتم في المقام الأول، كما سنسحبكم في أهم الترندات اللي تداولتموها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فقرة ترندكم، وأخيراً سنختم نشرتنا الإخبارية بأهم وآخر الأخبار في 90 ثانية. كما عودناكم دائماً وأبداً أن تكون بداية كل حلقة بالعناوين. قوات الأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطباً محلياً. أمن الطرق بالطائف تقبض على مقيمين لترويجهما مادة الكوكايين. وانتهاء فترة التقديم للقبول الموحد للجامعيين من الطلاب والطالبات بالرياض. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بمن انضم لمتابعتنا عبر يوتيوب شبكة المجد وعبر البث المباشر الذي يصلكم أينما كنتم. حياكم الله في هذه الحلقة وفي كل حلقة اللي نحاول حقيقة من خلال برنامج أخباركم أن نسلط الضوء على أهم الموضوعات اللي تتداولونها في مواقع التواصل الاجتماعي، نحاول أن نكون رصدة أو يعني أفضل راصد لأهم وآخر الأخبار اللي تهم المجتمع في المقام الأول. أنتم مشاهدي الكرام صناع لهذه الأحداث، صناع لهذه المواضيع التي نطرحها من خلال طاولة برنامج أخباركم عبر واسم البرنامج الذي يظهر في أعلى الشاشة برنامج أخباركم، شاركونا فيه آراءكم مقترحاتكم وما تريدون مشاهدته خلال الأيام القادمة. مشاهدي الكرام إلى أولى أخبارنا، حيث ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين ومقيما من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، وذلك لنقلهم أكثر من 16 متر مكعب من الحطب المحلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. تفصيل لمشاهدي الكرام، أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب. أيضاً حثت على الإبلاغ عن أي حالات تتمثل في اعتداء على البيئة أو حتى الحياة الفطرية من خلال الرقم اللي تم تخصيصه 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض الشرقية، بينما 999 و996 في بقية مناطق المملكة. إذن المملكة يعني تقود حقيقة خطين، معول البناء من خلال زراعة الأشجار، من خلال يعني التشجير، المشاريع التشجير والحدائق وغيرها مثل السعودية الخضراء، الرياض الخضراء، واللي بدينا حقيقة نلحظها ونشاهدها على أرض الواقع. هذا المعول الأول. المعول الثاني وهو التقصي وإيقاف الهدر والحد غير المسموح فيه من الاحتطاب الجائر أو حتى الاحتطاب بالحطب المحلي، لأنه هذا ثروة ويجب أن نحافظ عليها. اليوم البدائل كلها متوفرة في شتى دول العالم تصدر هذا الحطب، لماذا نلجأ إلى حطبنا المحلي ويعني نفسد ثرواتنا الطبيعية؟ إذن كل الشكر والتحية والتقدير لقوات الأمن البيئي على الجهد الذي يقومون فيه، وأنتم أيضا ستكونون رجال الأمن وأنتم من في الصف الأول من خلال إبلاغكم عن طريق الأرقام التي خصصتها وزارة الداخلية 911 في الرياض والشرقية ومكة المكرمة، بينما 999 في بقية مناطق المملكة. إلى حديثنا التالي مشاهدي الكرام، وضربات أمنية تقودها وزارة الداخلية، حيث قضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف أو قبضت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الكوكايين المخدر، حيث ضبطت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وتمت إحالتهما
إلى جهة الاختصاص. أيضا تهيب الجهات الأمنية في ذات السياق بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب وترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مكة المكرمة والرياض الشرقية و999 في بقية مناطق المملكة. إذن كما ذكر سمو وزير الداخلية قبل فترة أن هذه ضربة تتلوها ضربات حول القبض على مروجي ومستخدمي ومهربي المخدرات. اليوم لا مفر، أينما كنت والله يعني، وشفنا مشاهد خلال الأيام اللي فاتت، والله دسيتها وخبأتها تحت الأرض، حطيتها والله في سيارة، حطيتها في مخزن، حطيتها في، ستصل لك الجهات الأمنية، ستصل شئت أم أبيت. تعتقد أنك أقوى من الجهات الأمنية وأنك ستضعها في أماكن لن يصلوا إليها، هذا الكلام انتهى. لا، أينما كانت هذه المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها ستصل لها الجهات الأمنية، اليوم ولا بكرة، واصلين لها واصلين. فضبط أمورك واستهد بالله وارجع إلى رشدك وابتعد عن هذه الآفة اللي دمرت عقول ودمرت البلد من خلال استخدامها واستعمالها وترويجها. بلا شك أن هذا بداية هو من الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإضافة إلى أنها شرعاً ونظاماً محرمة ومجرمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي رجال الأمن وأن ينصرهم بنصره. إلى حديثنا التالي مشاهدي الكرام، واللي كان حقيقة يعني عنوانه الأبرز، الجامعات والحيرة اللي تصيب طلاب الجامعات في القبول، حيث أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض عن إغلاق التقديم على بوابة القبول الموحد للطلاب اللي تضم جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، إضافة إلى جامعة شقرة، جامعة المجمع والكليات التقنية في منطقة الرياض. أيضا ليست بوابة الطلاب وحدها التي أغلقت، أيضا بوابة الطالبات اللي كانت تضم جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية والكلية التقنية بمدينة الرياض. طبعا اللجنة دعت في ذات السياق إلى متابعة مستجدات نتائج القبول وتأكيد القبول وفق التفصيل التالي: أولا، إعلان المرشحين للكليات الصحية اللي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني هو اليوم الخميس الثاني من شهر محرم لعام 1445 هجرية. أيضا إجراء المقابلات سيكون في التاريخ، أو إجراء المقابلات الشخصية سيكون بإذن الله في تاريخ الخامس من شهر محرم لعام 1445 للهجرة، واللي يمتد إلى يوم الاثنين السادس من شهر محرم لعام 1445 هجرية. بالنسبة لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول بيكون عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس التاسع من شهر محرم، بينما أوضحت هذه اللجنة أن آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهرا، إضافة إلى أنه يتم إلغاء القبول من لم يؤكد قبوله يوم الأحد من الثاني عشر من شهر محرم لعام 1445 هجرية. إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني بيكون يوم الخميس الثالث من الشهر الثامن لعام 2023 ميلادية، اللي يوافق 16/1445. أما آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهرا، ويتم إلغاء القبول من لم يؤكد قبوله يوم الأحد 19/1445. كل التوفيق للطلاب والطالبات. يعني أتذكر قبل يمكن حوالي أسبوع أعلننا انطلاق هذه البوابة وتقديم الطلاب والطالبات على هذه البوابة من خلال البوابة اللي خصصتها هذه الجهات المعنية: جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، جامعة الأمير نورة، المجمع، الشقرة، الأمير سلطان، والكليات التقنية في الرياض. وكنا حقيقة يعني، وممكن هذا حديث الناس صراحة في المجالس، إيش أدخل تخصص؟ أدخل طب ولا أدخل هندسة؟ ولا أتوجه للتخصصات الأدبية ولا التخصصات الإنسانية؟ ولا أروح للأمن السيبراني والحاسب والمعلومات؟ فكان في حيرة حقيقة حول الناس، إنه وش التخصص اللي أخذه وش التخصص اللي أدخله.
إيش التخصص اللي له مستقبل، دائما نسمع هذه الكلمات. لكن ثقوا يعني أيها الطلاب والطالبات، سواء اللي قدموا على التخصصات أو الكليات في الرياض أو حتى في باقي مناطق المملكة، استعينوا بالله جل وعلا، يعني واصلوا في طموحاتكم، لا تقفوا أمامها حتى وإن لم تقبلوا في تخصصاتكم. يا كم ناس قبلوا في تخصص غير تخصصهم، سبحان الله نجحوا وأبدعوا وأصبحوا رواد في هذا المجال. فلا تدري وين الخير بيكون، يعني توكل على الله سبحانه وتعالى وفوض أمرك إليه وارضى بالقضاء والقدر، وسيأتيك ما كتب الله لك، شئت ولا أبيت. شاهدي الكرام، إحنا مستمرين معكم، انتهت أخبارنا الرئيسية لكننا مستمرين في ترندكم. في ترندكم مشاهدي الكرام، اعتدنا ناخذكم جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم راح ناخذكم تويتر، تيك توك، سناب شات. خلونا نبدأ بتويتر. دائما يعني الناس عندهم يعني يفترقون إلى نصفين، حزب الشاهي ولا حزب القهوة، حزب مدري إيش ولا كذا. أيضا في ناس يفترقون إلى نصفين، تحب فصل الصيف ولا تحب فصل الشتاء. ويبدأ الناس يعني كل يبدي إيش ليش يحب هذا الفصل، إيش السبب، إيش الآلية، إيش المعايير التي جعلته يحب هذا الفصل. لكن حساب جولدن دوز، أعطونا التغريدة يا شباب، قرر أنه يسأل الناس سؤال، فقال لهم أو قال للناس جميعا كلمة ترغب بتوجيهها لمحبين فصل الصيف، اللي حاب الصيف ومسوي نفسه يعني ظريف وأنه يعشق الأجواء الجميلة والصيفية ومدري إيش. يعني بدأوا الناس يعني أخذوهم بالكلام القاسي والعبر حقيقة. خلونا نشوف تعليقات الناس على هذا الموضوع. نبدأ بعزوز اللي كان موافق تماماً لفصل الصيف، وش قال؟ قال أتحمل الحر ولا أتحمل البرد. هذا عزوز، هذا رأيك، وأعتقد أن رأيك مردود عليك، يعني ما هذا يبقى رأي لك يعني ليس إلا. التعليق التالي كان من سلمان اللي علق على هذه التغريدة وقال أنا أبي أتفاهم معاكم بس في كلمة راس. يبدو لي أنه سلمان بيجتمع معهم وبيصير يعني فيه نقاش حاد قد يصل إلى تشابك بالأيدي. التعليق التالي كان من بحر اللي علق وقال على هذا الموضوع ما نبي نزود عليهم بالكلام، اللي فيهم مكفيهم. والله أتفق معك، يعني هم فعلاً هم الله يكون في عونهم، اللي يحبون فصل الصيف اللي فيهم مكفيهم، ولا يجب علينا أن نزيدهم يعني عبئاً وسوءاً. يعني ما أنا ما أدري ما الهدف من حب فصل الصيف. طبعاً هذا لا يعني تراني أني محب لفصل الشتاء، يعني لا تفهموا من ذلك أني أحب فصل الشتاء، لا يعني، بس أنا يمكن أحب الاعتدال والتوازن. خلنا نشوف مريم آخر تعليق معنا في تويتر، شيالت قالت وتسألهم، تسأل المحبين فصل الصيف، قالت مبسوطين الحين؟ هذا سؤال لكم يا محبين فصل الصيف، أنتم ما زلتم مبسوطين؟ أمس أشوف في الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة، وصلت درجة الحرارة إلى 49، وبحسب أيضاً المقاييس وصلت إلى 51. فيعني ما أدري، أنتم مبسوطين بهذا الجو، مبسوطين بهذه الأجواء اللي أنتم أحببتموها؟ لا نعلم، لكن أنتم مشاهدي الكرام يمكنكم مشاركتنا بآرائكم عبر رسم البرنامج اللي يظهر فيه على الشاشة، برنامج أخباركم. مستمرين معكم من تويتر إلى التيك توك. مشاهدي الكرام، في تيك توك صراحة في مقطع يعني الآن ضارب ترند تحديداً في التيك توك. واحد يعني طفل كذا صغير اسمه غازي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يعني يرزقه أو يرزق والديه برهم يا كريم. ما شاء الله تبارك الله، يعني عنده نباهة سريعة، ذكي جداً، كلماته موزونة، يعني ما شاء الله تبارك الله، طفل عن ألف رجل تبارك الرحمن. كان يتناقش مع أبوه أنه يعني يبغى لي يفتح شنطة السيارة، الأب كان رافض، لا ما أبغى أفتح شنطة السيارة، فدار هذا النقاش بينهم. خلونا نشوف. أنت في الحين على أولادك ولا عدوك؟ لا والله ولادي، هيا افتح. بس يا أخي الفولتج تباب، أنا دلعتك أكبر من حجمك، دلعتك يا أخي دلعتك خلاص. طيب افتح الشنطة. إيش تبابها؟ افتحها. أنا بروح عندي شغل. افتحها
الشنطه. اجلس عند امك. اجلس عند امك شوي يجيك. ابوي يفتح الشنطه. انا حلفت بالله تجلس. ابوي يفتح الشنطه. لا تك. ابوي يفتح الشنطه. طيب علمني علمني. طيب انت هات المفتاح. طبعا اللي يعتقد انه نشر هذا المقطع بشكل كبير يقول انا وليدك ولا عدوك، يعني يكلم ابوه بلهجه مباشره، يا ابوي انا ولدك ولا عدوك يعني. فكانت صراحه لطيفه هذه العباره واللي تداولوها الناس على نطاق واسع. خلينا نشوف تعليقات الناس حول هذا الموضوع. نبدا ب مين؟ بي اللي حط علم السعوديه ايش قال؟ قال كان فتحت الشنطه شوف وش عنده فيها. فعلا يعني ترى هذا زاد فضولنا، انا كان ودي والله نفتح الشنطه، يعني ليش متحمس غازي لفتح الشنطه؟ خلونا نشوف زيزو في تيك توك ايش علقت ايش قالت؟ قالت ما شاء الله تبارك الرحمن، لو سمحت افتح الشنطه ترى مو عدوك. حتى الناس فزعوا مع غازي بطريقته اللطيفه والجميله. التعليق الاخير كان من لولو اللي كان مؤثر صراحه واثر فيني بشكل كبير واعتقد انه سيؤثر فيكم. لولو قالت احب هذا الولد لان بابا الله يرحمه كان يعجبه ودايم يرسل مقاطعه اذكروا فقيدي بدعوه. صراحة جلست أتخيل وأستشعر الموقف، يعني تخيلوا أنه هذا الأب فاتح التيك توك أيام حياته ويشوف مقطع هذا الولد ومستمتع برؤيته ومستمتع ب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن نباهة هذا الولد، فكان يرسله ويشاركه في جروب العائلة يعني. لكن هذا الأب أصبح تحت الثرى، فما زالت البنت تتذكر هذا الولد ويربطها بأبيها وهذا الحنين الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الأب وأن يحفظ هذا الابن بحفظه، والمشاعر حقيقة تتلخبط إذا ذكرنا مثل هذه المواقف التي دائما ما تكون عصيبة على النفس. من التيك توك للسناب شات. الأستاذ فواز في حسابه في سناب شات ما شاء الله تبارك الرحمن دائما يعني يعطينا بعض العبر والنصائح والقيم وغيرها، صراحة يعني نبهنا إلى نعم منسية. إيش معنى نعم منسية؟ إحنا دائما نمشي، هل استشعرنا أنه والله عندنا نعمة رجلين وجالسين نمشي؟ لا، لأننا تعودنا عليها وألفنا النعمة. إذا ألفنا النعمة وأنه دائما نمشي وعادي وتعتبر كأنها حق من حقوقك وكأنه هذا لازم يكون موجود عندك، لا، هي نعمة من الله يمنها عليك. فلذلك الأستاذ فواز يعني استشعر نعمة إحنا قد نكون غافلين عنها حقيقة ولا نستشعرها حتى نتأمل ونتدبر فيها. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نعلق عليه. أهلا وسهلا، شوفوا كم الساعة أو كم بقى على صلاة الفجر؟ 25 دقيقة. تمام، لاحظوا الناس، شوفوا الحرمة هذه لحالها، هناك عوائل أقسم بالله أطفال أطفال يمشون من هنا يروحون يلعبون هناك عند الألعاب هذيك. قسم بالله إني ما حسيت في نعمة الأمان إلا يوم شفت بنات صغار صغار يعني تقريبا 7 سنوات 8 سنوات يركضون قدامي هناك عوائلهم يركضون من هنا يروحون هناك، ما في لا خوف ولا شيء. لو عيال نقول ممكن، لكن بنات صغار حتى أهليهم مطمنين. يعني حنا أقسم بالله في نعمة والله العظيم، الدول الأوروبية والدول العالمية هذه أنهم يتمنون اللي حنا فيه. لا بعد ترى بعض بحثت في جوجل اللي حصلت من بعض الدول ها من يعني من بعد نص الليل المنتزهات والأشياء هذه يطفون الإنارة. ليش؟ لأن يقولون الناس ما تجي، فالحكومة ما تصرف عشان ما تصرف كهرب، وشيء ثاني عشان إنه ما في أمان. سبحان الله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. تذكرت الآية اللي قال إبراهيم عليه السلام دعا للبلد، طبعا إن شاء الله نقول إنه دعا للجزيرة العربية كلها. قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخر الآية. طبعا أنا جالس لحالي ما عندي أحد تكي، لقيت على الشباب قلت اللي بيجي حياه. والله أننا نعيش في نعم لا نستشعرها حتى نتدبر، وللأسف ترى بعض النعم ما تعرف قدرها حتى تفقدها. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان. حقيقة يعني هذا الموقف أعتقد أنه أكبر موقف معبر اليوم يعني إحنا كشباب
نطلع نروح في كوفيهات، نطلع في منتزهات، نطلع في أماكن لا نخشى أحد إلا الله جل وعلا. يعني مطمئنين أنه الأمن مستتب، في حال حدث أي مشكلة أي شيء سيكون الأمن أول من يأتي. فنعيش في نعمة أقسم بالله نحتاج أن نتدبرها ونتأملها ونحمد الله جل وعلا عليها. هذا جانب. الجانب الثاني، اليوم أسلك أي طريق سفر، أطلع من الرياض إلى مكة، من الرياض إلى جازان، من المنطقة الشرقية إلى أقصى المدينة الجنوبية وإلى أقصى المنطقة الجنوبية، تمشي في أمان، لا تخاف إلا الله، في طرق قد لا يكون فيها أحد، لكنك في أمن وأمان، وتعلم أن في حال حدث أي مشكلة سيكون رجال الأمن أقرب منك في لحظات. لما نستشعر هذا الأمن والجهد حقيقة اللي الله سبحانه وتعالى من عليه على الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما وحد هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها، ثم استمر هذا الأمن إلى يومنا في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. يعني فعلا نستشعر هذا الشعور اللي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه ألف مرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه وأن يحفظه من الزوال. ودائما حقيقة ما ندعو بهذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. شاهدي الكرام، أخذناكم في جولة سريعة حول مواقع التواصل الاجتماعي تنقلا بين تويتر، تيك توك، سناب شات. مستمرين معكم في رصد أهم وآخر الأخبار في 90 ثانية. سمو محافظ الأحساء يكرم عددا من منسوب الدوريات الأمنية بالمحافظة. منصة أبشر تجري تحديثات مجدولة مسبقا لأنظمتها غدا الجمعة. الموارد البشرية تطلق جائزة العمل بنسختها الثالثة. المسجد النبوي يستقبل أكثر من 245 مليون مصل منذ بداية عام 1444. أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر طويق بمجالات الأمن السيبراني. الغطاء النباتي يطلق الدليل الخاص بمواقع التخييم والكرفانات. هيئة الاتصالات عرض اسم المتصل خدمة اختيارية للجهات الاعتبارية بالمملكة. الرئيس التنفيذي لمسك يزور سدايا ويطلع على جهودها في البيانات والذكاء الاصطناعي. ودراسة إسبانية حديثة، الفطور قبل 8 صباحا يقي من السكر. وختاما النزل الريفية بالطائف متنفس بين أحضان الطبيعة. بأجواء الطائف الجميلة وروعة جمالها وروعة سكانها وروعة مرتديها، نختتم خبرنا ونختتم نشرتنا الإخبارية في هذه الحلقة. نأمل أن قدمنا لكم محتوى يرقى إلى ذائقتكم، كما سنسعد بالتواصل معكم في رصد أهم وآخر الأخبار السبت القادم عند 9 تماما. إلى ذلك الحين كونوا بخير. Thank you.